بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد. المرأة تملك مهرها بالعقد، متى ما جرى العقد تملك المرأة صداقها، ولها نماء المعين، إذا زاد فتلك الزيادة لها، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف أي هلك الصداق فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وتملك المرأة صداقها بالعقد، بهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: لا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو موت الزوج. من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، إن أعطيتها إزارك صداقا جلست ولا إزار لك. فدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل منه شيء. قوله ولها التصرف فيه أي في المهر، ولها التصرف فيه أي في المهر، أي في المهر المعين، كعبد أعطاها صداق عبد، كعبد معين، أو دار أعطاها دار صداق، أو دابة كذلك. وإن طلقها، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. وفي المتصل الزيادة في الصداق متصل له نصف قيمته بدون نمائه. قوله ولها التصرف فيه أي في المهر المعين، كعبد أعطاها عبد معين، أو دار أو دابة كذلك. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه أي للزوج نصف الصداق حكما دون نمائه المنفصل. وفي المتصل الزيادة في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلها النصف. ومعنى قوله حكماً أن يدخل في ملكه ولا يفتقر إلى اختياره وإرادته. وذكر القاضي رحمه الله احتمالاً أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار كالشفيع. وفائدة الخلاف على المذهب يكون النماء بينهما، ما زاد في الصداق يكون بين الزيادة بين الزوجين.
وعلى القول الثاني أن ماء كله للزوجة. قوله وفي المتصل الزيادة المتصلة له نصف قيمته بدون نمائه، هذه العبارة فيها نوع غموض على المبتدئ، وتوضيح ذلك أن الزيادة لا تخلو من حالين: إما أن تكون منفصلة كالولد شاة ولدت والثمرة أثمرت والكسب العبد اكتسب ونحو ذلك، فهي لها ما هذا النماء للمرأة لأنها نماء ملكها، وإما أن تكون متصلة كسمن الدابة، الدابة كانت هزيلة فسمنت، والعبد وتعلمه صنعة كان لا يعرف شيء وتعلم الصناعة، وكطلع نخل وثمر شجر قبل أخذه بالخيرة إليها، إن شاءت دفعت إليه نصف قيمة الصداق يوم العقد، لأن الزيادة لها لا يلزمها بذله ولا يمكنها دفع الأصل بدونها، فصرنا إلى نصف القيمة، وإن شاءت دفعت إليه نصف نصفه زائدا إن كانت رشيدة وكان مما تمكن قسمته وإلا دفعت له قيمة نصفه يوم الفرق يوم الفراق على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه، ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة. فائدة يحتاج إليها كثيرا قال الشريف رحمه الله في رؤوس المسائل اسم كتاب: إذا طلقها قبل الدخول وقد اشترت بالصداق جهازا لزمها رد نصف الصداق دون الجهاز. إذا اشترت بذلك الصداق متاع ثم طلقها فلزمها رد نصف الصداق دون الجهاز دون المتاع الذي اشترته، وبه قال أكثرهم. وقال مالك رحمه الله: يجب له نصف الجهاز الذي اشترته، وبمثل ما قاله الشريف قال ابن رشد في بداية المجتهد رحمهم الله: تنبيه، يتقرر الصداق كاملا بأشياء منها موت أحد الزوجين، إذا مات أحد الزوجين الصداق كامل لها لقضائه عليه السلام في بروع بنت واشق اسم امرأة رضي الله عنها، ويأتي حديثها إن شاء الله قريبا. الثاني: ومنها وطء الزوج لزوجته ولو بلا خلوة، فإذا وطئها تقرر الصداق لها كاملا. الثالث: طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخولها به، إذا مرض مرضا خطيرا وطلقها في حالة المرض فلها الصداق كاملا. الرابع: الخلوة بشرط أن يكون من يطأ مثله، إذا اختلى بها في غرفة وهو قادر على الجماع فثبت لها المهر كاملا. الخامس: لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة فيهما، فكان لها تم وجب لها الصداق كاملا. وقال الشافعي رحمه الله: لا يستقر المهر إلا بالوطء الجماع. وقال مالك رحمه الله: يستقر بالخلوة إذا طالت. وقال أبو حنيفة كقول أحمد رحمهم الله: ويتنصف المهر بأشياء، فكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته والعياذ بالله ونحو ذلك ينتصف بها المهر إذا كان ذلك قبل الدخول، وكل فرقة جاءت من قبلها
أي من جهتها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطأ، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حرب. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله أي يعتبر قول الزوج، وفي قبضه فقولها يعتبر قولها. قوله وفيما يستقر به فقوله أي قول الزوج، وفي قبضه قولها قول المرأة. هذا المذهب خلافا للأئمة الثلاثة رحمهم الله. وعنه رواية أخرى: القول قول من يدعي مهر المثل منهما. قال في الإنصاف: جزم به الخرقي رحمه الله وصاحب العمدة والوجيز أسماء كتب ومنتخب الأزجي وناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو طالب وأبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وغيرهم رحمهم الله. قال الزركشي رحمه الله: اختاره عامة الأصحاب. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله: القول قول الزوج، القول قول الزوجة مطلقا. وقال مالك رحمه الله: إن كان ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول قولها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قول من يوافق العادة، إذا كان عادة البلد قبل، إذا كان عادة البلد في قبض المهر كذا فهو القول المعتمد، لأن العادة يعمل بها. قال: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فصل. في هذا الفصل أحكام المفوضة، وهي المفوضة، وهي بكسر الواو وفتحها المفوضة أو المفوضة، فالكسر على إضافة الفعل للمرأة، والفتح على إضافته لوليها، والتفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لام، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والتفويض نوعان: تفويض بضع، وإليه الإشارة بقوله يصح تفويض البضع، وله من الأدلة قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولما رواه علقمة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ثم مات ولم يفرض لها صداقة ولم يكن دخل بها، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة،
فشهد معقل ابن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابن تواشق بمثل ما قضى، رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا، يعني حيث وافق حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوج امرأة مات ولم يفرض لها صدقة ولم يكن دخل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها هذه المرأة بروعة بنت واشق، قضى بذلك لها مهر، لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث يعني صارت زوجة، وعليها العدة 14 وعشرة، عدة الوفاة. النوع الثاني تفويض مهر، والإشارة له بقوله وتفويض المهر. قوله ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. ومن مات منهما الزوج أو الزوجة قبل الإصابة أي قبل الدخول، والفرض قبل فرض الصداق، ورثه الآخر ولها مهر نسائها، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، ومهر نسائها هو مهر المثل، وهو معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها، القربى فالقربى على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رحمه الله هو معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها دون غيرهن، وهو اختيار الموفق والشارح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وعند مالك رحمه الله هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسائها. قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعني يمتعها بشيء بقدر يسر زوجها وغيره، إذا كان غنيا يمتعها بحسبه، وإن كان معسرا يمتعها على قدر استطاعته بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، إذا دخل بالمرأة ثبت المهر مهر المثل. وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. قوله فلها المتعة أي وجوبا، إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أن عقد بها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق وطلقها فيمتعها على قدر حاله، إن كان غنياً على قدر حاله،
وإن كان معسراً على قدر حاله. وقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. إذا طلقها قبل أن يدخل وقبل أن يختلي فليس عليها عدة. وهذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: لا تجب المتعة بل تستحب. تنبيهان: الأول، لا فرق بين مفوضة المهر ومفوضة البضع في وجوب المتعة. الثاني، وأما من سمي لها مهر فاسد ثم طلقت قبل الدخول فاعتمد شارح الزاد أنها كالمفوضة، وهذا ما قطع به أي جزم به في التنقيح اسم كتاب وتبعه في المنتهى. والذي في الإقناع لها نصف مهر المثل. قال في الإنصاف: وعنه يجب عليه نصف مهر المثل، وهو المذهب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نقلها حنبل رحمه الله، وهو ظاهر الدلالة القرآن. قوله: وبعد أحدهما، أي الدخول أو الخلوة، يجب المسمى إذا كان بعد الدخول أو الخلوة. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما بعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى. تنبيهان: الأول، لا فرق بين مفوضة المهر ومفوضة البضع في وجوب المتعة. الثاني، وأما من سمي لها مهر، مهر فاسد ثم طلقت قبل الدخول فاعتمد شارح الزاد أنها كالمفوضة، وهذا ما قطع به أي جزم به في التنقيح وتبعه في المنتهى. والذي في الإقناع لها نصف مهر المثل. قال في الإنصاف: وعنه رواية أخرى يجب عليه نصف مهر المثل، وهو المذهب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نقلها حنبل رحمه الله، وهو ظاهر الدلالة القرآن. قوله: وبعد أحدهما، أي بعد الدخول أو بعد الخلوة، يجب المسمى، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الجلال رحمهم الله، قال ذلك صاحب الكشاف. وقال في المقنع: وعنه يجب مهر المثل، وهو أصح، انتهى، يعني إذا دخل أو اختلى. وقال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام الخراقي رحمهم الله، واختاره الشيخ واختاره الشارح وجزم به في الوجيز، انتهى. قلت: والعمل بهذه الرواية أولى لصحة دليلها، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه أيضا أبو عوانة وأبو داود الطيالسي رحمهم الله. إذا نكحت بدون ولي فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، والنكاح باطل بدون ولي. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها،
ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا جاء رجل إلى بيته ووجد امرأة وظنها زوجة وجامعها، ثم تبين أنها امرأة غير زوجة وطئت بشبهة، فيجب أن يعطيها المهر. كمن وطئ امرأة يظنها زوجته أو مملوكته قال في المغني بغير خلاف نعلم، يجب مهر المثل. أما الزنا نعوذ بالله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وينبغي أنه إن أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى، فيكون هو الواجب. تنبيه على المذهب: يتكرر المهر بتكرر وطء الشبهة، يعني إذا وطئها مرتين ثلاث لكل مرة مهر. وينبغي أنه إن أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى، فيكون هو الواجب. تنبيه على المذهب: يتكرر المهر بتكرر وطء الشبهة، كما لو وطئها ظانًا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانًا أنها زوجته فاطمة. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب إلا مهر واحد. قوله: أو زنى كرهًا، نعوذ بالله، لعموم قوله عليه السلام: فلها المهر بما استحل من فرجها، وعنه: لا مهر لها. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، لعموم نهيه عليه السلام عن مهر البغي. ما تأخذه الزانية مهر حرام، الزانية ما تأخذه من المال فهو حرام، ولأنه مال في مقابلة محرم فيكون سحتًا أي حرامًا. وعنه: يجب للبكر خاصة، اختارها أبو بكر، يعني إذا كانت بكر وزنى بها والعياذ بالله. يعطيها ما إذا أذهب بكرتها. تنبيه: يستثنى من قوله كرهًا الأمة إذا وطئت مطاوعة، فإن مهرها لا يسقط بل هو لسيدها إذا زنى بالأمة المملوكة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا تزوج امرأة وأعطاها صداق ولم تقبضه، فتقول: أنا لا أمكنك حتى تقبضني صداقي. وللمرأة منع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال الذي اتفق عليه. حكاه ابن المنذر إجماعًا رحمه الله، وقال في الإنصاف: وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. فإن كان مؤجلًا، إن كان الصداق مؤجل إلى أجل، أو حل أي جاء الوقت قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعًا، فليس لها منعها. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قوله: أو سلمت نفسها تبرعًا، سواء كان الامتناع بعد الدخول أو الخلوة، وهذا أحد وجهين وهو المذهب. والوجه الثاني لها ذلك، أي الامتناع، اختاره ابن حامد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وهذا إن شاء الله أولى، لأنها إنما رضيت بتسليم نفسها على أنه سيقبضها صداقها، فلما لم يفعل كان لها الامتناع.
وعند مالك والشافعي رحمهم الله ليس لها الامتناع بعد الدخول، ولها الامتناع بعد الخلوة. فإن أعسر بالمهر الحال معسر ما عنده شيء فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قال في الإنصاف: والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول. قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب: لا فسخ لها، واختاره المصنف وابن حامد انتهى. والمراد بالتصحيح هو تصحيح الفروع، كتاب تصحيح الفروع للشيخ المرداوي. باب وليمة العرس، وليمة الزواج، تسن بشاة فأقل. الوليمة تسن بشاة، يعني أقل شيء شاة أو أقل من الشاة، المهم وليمة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة: الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة، عشرة أطعمة. الأول الوليمة وهو طعام العرس، طعام الزواج. الثاني الحذاق، وهو الطعام عند حذاق الصبي، أي معرفته وتمييزه وإتقانه. الثالث العذيرة والإعذار لطعام الختان. الخرسة والخرس لطعام الولادة. الوكيرة لدعوة البناء، أي المسكن المتجدد. النقيعة لقدوم الغائب. العقيقة عن المولود المتجدد، ويقال لها باللغة العامية تميمة. الثامن المأدبة، وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره. الوظيمة وهو طعام المأتم، يعني الموت. العاشر التحفة، وهو طعام القادم أي من السفر. وزاد بعضهم حادي عشر الشندوخية، وهو طعام الإملاك على الزوجة، يعني عند العقد. وقد نظمها بعضهم فقال: وليمة عرس، ثم خرس ولادة، وعق لسبع، والختان لإعذار، ومأدبة أطلق نقيعة غائب، وظيمة موت، والوكيرة للدار. وزيدت لإملاك المزدوج شندخ، ومشداق المأكول في ختمة. قوله تسن بشاة، وليمة الزواج تسن بشاة فأقل، المتيسر. وأما المغالاة في الوليمة هذا ما ينبغي، ينبغي بالمتيسر. قال: هذا مما أجمع عليه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، أولم بشاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري رحمه الله. ولقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه الخمسة أيضا رحمهم الله. قوله: وتجب في أول مرة، وبه قال مالك والشافعي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، يعني يجب إجابة الدعوة إذا لم يكن هناك منكر.
متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، يعني إذا لم يكن هناك منكر كصور وأغاني ونحو ذلك من المنكرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، أي يمنعها الفقراء، ويدعى إليها من يأباها، يعني الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إذا لم يكن هناك منكر. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ورواه أيضا مالك وأبو داود رحمهم الله. تنبيه: يشترط لإجابة الدعوة شروط ستة. الأول: أن يكون ذلك في اليوم الأول، الوليمة في اليوم الأول. الثاني: أن يكون الداعي مسلماً. الثالث: أن لا يحرم هجره، لا يجوز أن تهجره. الرابع: أن يعينه بالدعوة. الخامس: أن لا يكون ثم منكر ولا يقدر على إزالته. السادس: أن يكون مكسبه طيباً، أن يكون مال الرجل حلال. والإجابة إلى وليمة العرس مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالدخول، وقال في الإنصاف: قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وكمال السرور، وكمال السرور بعد الدخول، ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير عن الوليم. قوله: ولم يكن ثم، أي هناك منكر، لحديث علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع، لأن التصاوير محرمة ويجب إزالتها، لأن الصور هي من أسباب الشرك والعبادة وعبادة غير الله. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، لأن الصور والبناء على القبور من أسباب الشرك. صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع. ينبغي أن نطهر بيوتنا من التصاوير. رواه ابن ماجه رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: رجاله رجال الصحيح. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. إذا كانت المائدة فيها خمر لا يجوز قبول تلك الدعوة، لأن الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. الخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح والعياذ بالله. وقال البخاري رحمه الله: ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع لما دعاه بعض أصحابه. وقال في الإقناع: وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه أو آنية ذهب أو فضة، لأن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام، أو فرش محرمة كالصور، وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار، وإن لم يقدر لم يحضر. تنبيه: ظاهر الأحاديث أن وليمة العرس سنة
في حق الزوج دون ولي المرأة، وينبني على ذلك إجابة الدعوة وعدمها. فإن دعي الجفل، قال الجفل هو في لغة العرب الدعوة العامة من غير تخصيص، وهو بفتح الكل جفل. قال طرفة ابن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الأدب فينا ينتقر. قلت: ويدل على عدم الكراهة حديث أنس رضي الله عنه لما قال له عليه السلام: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا، ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه، إلا أن يقال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو بعيد، لأن من جاء إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة ليس كمن جاء لدعوة غيره. أو في اليوم الثالث، الوليمة في اليوم الثالث، لحديث زهير بن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وابن ماجة رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأحاديث الباب لا تخلو من مقال، يعني فيها ضعف، ولكن لكثرة طرقها وتعدد رواتها تصلح للاحتجاج. قال: أو دعاه ذمي، يعني من أهل الكتاب، دفع الجزية ودعا، كرهت الإجابة، ما زال من أهل الكتاب تكره إجابته. ومن صومه واجب دعي، ومن صومه واجب دعي وانصرف، يعني إذا كنت صائم ودعوت تجيب الدعوة وتنصرف بعد ذلك. والمتنفل يفطر إن جبر، إذا كان الصوم تطوع وجبرك الداعي يجوز لك أن تفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم رحمه الله. ومعنى فليصلي أي فليدعو، ورواه أيضا أبو داود والترمذي رحمهم الله. قوله: والمتنفل يفطر إن جبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة ومعه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال: إني صائم، فقال عليه السلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، حل ثم صم، يعني افطر ثم صم يوما مكانا إن شئت. رواه البيهقي وأبو داود الطيالسي، وصححه ابن السكن رحمهم الله. ولا يجب الأكل، الصائم يجيب ولا يجب الأكل، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه مسلم رحمه الله. وإباحته متوقفة على صريح الإذن، على صريح إذن أو قرينة. وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى، يعني أن يجيب. وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
قوله وإن حضر ثم علم به أزاله وجوبا، فقد مدح الله هذه الأمة ونوه بذكرها قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومقت أي أبغض طوائف من بني إسرائيل ولعنهم على ترك إنكار المنكر في قوله تعالى، في قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر واجب بقدر الاستطاعة. قوله: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ويكره النثار. قال: وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله: لا يكره. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: دليل الكراهة حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى والنهبى، رواه أحمد والبخاري. والنثار هو ما يفعله بعض الناس، يعني يأخذ الدراهم ويرميها، هذا نثار، فهذا يكره. وأخرج الترمذي وصححه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه: من انتهب فليس منا. وورد ما يدل على جوازها من حديث، ولكنه لم يثبت ذلك الحديث كما قاله العقيلي وصاحب التلخيص رحمهم الله. وصح منه ما أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عبد الله بن قرط أنه عليه السلام لما نحر بدنه في حجته قال: من شاء اقتطع. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر 63 من الإبل بيده، ووكل عليا رضي الله عنه في نحر بقية 100 صلى الله عليه وسلم، 100 بعير أهداها لله جل جلاله. ثم لما نحرها قال: من شاء اقتطع، من شاء يأخذ. فهذا يشبه النثار. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني صوت ليعرف أن هنا زواج، رواه ابن ماجة رحمه الله، ورواه الترمذي رحمه الله. وفيه الدف بلا غربال بدل الغربال. قوله: والدف فيه للنساء، ضرب الدف للنساء، أما الرجال لا يضربون الدف، لحديث محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف، يعني يضربه النساء، والصوت في النكاح، رواه أحمد والترمذي وصححه. أما الأغاني فهي محرمة. جزاك الله خير.
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 194. فصل: ما ورد في تعاهد القرآن الكريم، يعني تلاوته باستمرار وعدم الترك، ما ورد في تعاهد القرآن الكريم والترهيب من نسيانه والإعراض عنه، ويسن ختمه في كل أسبوع، يسن أن تختم القرآن كل أسبوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واقرأ في كل 7 ليال ولا تزد على ذلك. متفق عليه. فينبغي أن يختم القرآن في 7 ليالي أو 7 أيام. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل أسبوع، يقرأ كل يوم 7 لا يكاد يتركه، نظراً لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واقرأ في كل 7 وإن قرأ في 3 فحسن. إذا ختم القرآن في 3 ليالي فحسن، لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله إن لي قوة، قال: اقرأ في كل 3، أن اختم القرآن في كل 3. رواه أبو داود رحمه الله. ولا بأس فيما دونها أحياناً وفي الأوقات الفاضلة كرمضان، خصوصاً الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويفوز بالعتق من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وينبغي لقارئ القرآن أن يتعهده بالحفظ والمداومة على تلاوته، وليحذر كل الحذر من هجرانه وترك التعهد له، فيتعرض بذلك لنسيانه وترك العمل به الذي هو من أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدهما هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأ، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، أعوذ بالله، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، هذا كلام أهل الباطل. فالقرآن كلام الله، يجب علينا أن نستيقن وأن نوقن به. والرابع هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب الشفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. يعني الرقية تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وتنفث على المريض، الله جعل في ذلك الشفاء. والخامس هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه، وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيجب أن نداوم على تلاوة القرآن العظيم. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي عليهم الصلاة والسلام، رأى رجلاً مستقيماً على قفاه، ورجلاً قائماً بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، أي يشدخ رأسه هذا المسترقي فيتدهده، أي يتدهده الحجر
فإذا ذهب ليأخذه عاد إلى عاد رأسه يعني كما كان، فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له: رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، يعني يشتخ رأسه بالصخرة والعياذ بالله. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن ونعمل به. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن والعمل به، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه مرفوعا: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله، أي حمل القرآن، فخالف أمره فيتمثل له حدودي، فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي. فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. اللهم أجرنا من النار. فالقرآن الكريم شفيع للمؤمنين العاملين به، وخصم على من كفر به وكذبه وأعرض عنه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، يعني أعضاؤه تتقطع مرض خطير والعياذ بالله. رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتًا من الإبل من عقولها، يعني إذا تساهلت يذهب عنك القرآن، عليك أن تداوم على مذاكرته. لهو أشد تفلتًا من الإبل من عقولها. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، اللهم اجعلنا منهم. ثم قرأ قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله من ذلك. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَت عليَّ أُجُورُ أُمَّتِي حتى القذات، أي الوسخ يخرجها الرجل من المسجد، فهذا تطهير المسجد وتنظيف المسجد يؤجر عليه المسلم. وعُرِضَت عليَّ ذنوبُ أُمَّتِي فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورةٍ من القرآن أو آيةٍ أوتيها الرجل ثم نسيها، نعوذ بالله. ويا للأسف استبدلوا الخبيث بالطيب، أكبوا على الجرائد والمجلات والكتب الخليعات بدل تلاوة كتاب الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن،
اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. إذا فهمت ذلك فاعلم أن القرآن قد بين فيه كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين الدنيا والآخرة، حتى أنه تعالى يثني الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ففيه بيان الحلال والحرام والثواب والعقاب، وهدى من الضلالة، رحمة لمن صدق به وعمل به وعمل فيه وحكمه في الدقيق والجليل، والويل لمن رجع إلى القوانين وتركه، فكل حكم سوى حكم الله فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كافر بالله. وما أكثر في هذا الزمن المحكمين للقوانين الوضعية والأنظمة الحالية. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الحمد لله. فهذه الآية الجليلة القدر، عظيمة الموقع، كبيرة الفائدة، حسنة المغزى، اختارها الرب سبحانه وتعالى ليختم بها كتابه الكريم ووحيه المعجز وأحكام شريعته السمحة ودينه الحنيف. ومن مزايا هذه الآية الكريمة التي انفردت بها عما بقي من السور والآيات أن الله تعالى أكمل بها الدين بمعرفة الأحكام الشرعية من الفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض، وأتم بها النعمة على عباده المؤمنين بهدايتهم لأحكامه وتوفيقهم لمعرفة أمره ونهيه وحلاله وحرامه، وإنجازه سبحانه ما وعدهم به في قوله: ولأتم نعمتي عليكم. فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وحجوا مطمئنين، لم يخالطهم أحد من المشركين، وأنه سبحانه اختار لهذه الأمة دين الإسلام وملة إبراهيم عليه السلام عن الأديان كلها، بياناً لشرف هذا الدين واعتناءً بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبنا من ذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
اللهم ثبتنا على الإيمان، وحسن خواتيمنا على الإيمان، واهدنا واهد أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.